والله عز وجل شرفنا وفضلنا بكتابه. قال عز من قائل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم أي عزكم وشرفكم، أفلا تعقلون؟ وقال الله عز وجل: بل أتيناهم بذكرهم، أي بشرفهم وفضلهم، فهم عن ذكرهم معرضون. فالعزة بالتمسك بكتاب الله عز وجل والاهتداء به بما فيه من الآيات والبينات والدلالات والأحكام فعلا وتركا. والله عز وجل كما شرف كلامه شرف ثواب من تلا كلامه سبحانه وتعالى، فجعل ربنا في تلاوة القرآن من الثواب والأجر الذي يناله العبد في الدنيا والآخرة ما لم يجعله في كلام الآدميين،